ده موقع مكتوب. اتعرف بيك؟ انا اسمي شندو. موجود النهارده في ميدان التحرير. المفروض ان يعني انا مؤيد للاهداف بتاعه الميدان اللي الشباب موجودين عشانها، وهي مكتوبه حضرتك ممكن تشوفها كل الناس عارفاها مبدئيا. في نفس الوقت احنا بنصور اغنيه بتقول اعترض لاجل مقريتي تتولد يعني. ف من كلمات مين والحان مين؟ كلمات خالد حلمي والحان احمد انور وتوزيع رفيع عدلي واخراج معانا كمان المخرج الاستاذ باسم ياسا موجود معانا. وفي نفس يعني بنعمل نفس الحاجات. هل في افلام الايام الجايه حضرتك تشارك فيها؟ لا احنا بس مركزين في مساله الاغنيه دلوقتي. تمام. هل حد منضم معاك من الفنانين او هتشارك مع فنانين اخرين في اغاني اخرى؟ لا ما المساله دي مش موجوده، بس احنا يعني احنا متضامنين مع المعتصمين اللي موجودين هنا في الميدان بتاع التحرير، ودي حاجه مهمه جدا يا استاذ باسم. تبدا تطرح امتى؟ ممكن تكون موجود معانا الاغنيه بتاعتك تبدا تطرح امتى في السوق؟ ايه؟ الاغنيه الجديده خلال فتره قريبه ان شاء الله هتكون موجوده. هيبقى شريط بعنوان بيت؟ هي الاغنيه اسمها اعترض. لو هتلفي لو هتطرد اعترض، مفيش وضع عليا يطرد اعترض. شكرا لاجل محريتي تولي.